بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. حقيقة ما كنت محضر لكلمة، ولكن وجودي معاكم اليوم يعني أقدر بداية أقدم الشكر لرئيس وكل من منتسب إلى جمعية المهندسين على هذا النشاط المميز. الحقيقة يمكن كلمة الترشيد سهل أنك تقولها، لكن صعب أنك تنفذ الترشيد. كلنا نعرف أن احنا في بلد نفطي، كلنا نعرف أن احنا الكويت نقع في إقليم حار جدا، نحتاج أن نحرق ملايين من البراميل النفط حتى نؤمن احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية والمياه. أنا ودي أقول لكم شوية أرقام عشان نعرف قيمة هذا الجهد اللي راح نشوفه اليوم، واللي قبل لا أشوفه أنا ودي أقدم كلمة شكر وقبلة على جميل كل من قام بهذا العمل، لأنه أي نشاط ينتج من خلاله ترشيد للاستهلاك معناته قاعد يوفر على موارد الدولة. إذا هذا عمل وطني، هذا عمل يستحق منا كلنا أن نشكره، وأيضا أن نقدم له الدعم بكل ما أتينا من يعني إمكانيات. إحنا في الكويت معدل 300، وودي هالأرقام سجلوها في ذهنكم لأن هذه أموالكم، أموال عيالكم، أموال أحفادكم. نحرق مع كل طلعة شمس ما يقارب 350 ألف برميل نفط يوميا. طبعا هذا معدل، بالصيف يزيد بالشتاء ينزل، ولكن أنا أتكلم بالمعدل. 350 ألف تعادل رقم عالي جدا. إذا استمرينا في نفس نمط الاستهلاك اللي احنا عليه الآن، في عام 2035 راح نحرق مليون برميل نفط. المليون شو يشكل؟ اليوم تقريبا يشكل أكثر من الثلث. معناته موارد الدولة اللي يفترض أن نصرفها على مناع الحياة، تعليم وصحة وسكن وطرق إلى آخره، قاعدين نحرقه عشان نحوله إلى طاقة كهربائية وإلى مياه. هل بالإمكان أنه هذه المبالغ وهذه البراميل من النفط نقدر نوفر منها؟ نعم نقدر. وهل توفيرها يأثر علينا؟ أبدا. اليوم أنا بعدي ما شفت العرض، ولكني متأكد تماما أنه الشباب في جمعية المهندسين قدموا نموذج لكيف ممكن أن نرشد في استهلاك الكهرباء دون أن نؤثر على احتياجاتنا، ولكن بإمكاننا أن نوفر مقدار معين من الطاقة. الرقم اللي توي سمعته من المهندس أبو خليفة سعد المعيدي يتكلم عن 50%. تعرف 50% شنو معناتها؟ إذا كل واحد فينا قدر يوصل إلى هذا الرقم في بيته، معناتها براميل النفط هذه اللي قاعد نحرقها راح نوفر فيها ثلاث مرات. المرة الأولى إني أنا هذا البرميل النفط ما حركته، إني ما صرفت فلوس عليه ما حركته. اثنين، كل برميل نفط قاعد نحرقه قاعد يطلع emissions، صح؟ قاعد تطلع عوادم. إذا حافظت على بيئتي بمقدار معين. الميزة الثالثة، أقدر أبيعها وأدخل فلوس حق البلد. لذلك دعوة لكل واحد منكم، وأنا واحد منكم أبتديها بنفسي، إنه دائما خلونا نرشد في استهلاكنا. ترى في كل بيوتنا في غرف مو قاعدين نستخدمها الإضاءة شغالة، بإمكاننا نوقف فيها نوفر مقدار معين. يمكن صار التركيز على التكييف على اعتبار أن التكييف هو قاعد ياخذ تقريبا من 60% إلى 70% من الأحمال الكهربائية. كلنا عندنا، أغلبنا في بيوتنا عندنا سراديب وعندنا غرف أو صالات استقبال ما هي مستخدمة يوميا. مجرد أني أحط السيتنج على درجة حرارة 25، هذه قاعدة توفر لي ما يقارب 20% من الاستهلاك لهذه المكيفات. إذن بإجراءات بسيطة ممكن إذا سويناها بدون لا نتأثر. وأنا دائما أقول دعوتنا إلى الترشيد هي ليست دعوة إلى التقتير، يعني لا تقصر على نفسك، استمتع بالخدمة بقدر حاجتك.
وشاكر لكم كل الشكر لجمعية المهندسين والشباب القائمين على هذا المشروع، وأيضا الشكر موصول لوزارة الأوقاف. الحقيقة هم دائما متعاونين معنا، وعلى فكرة احنا في عندنا لجنة اسمها لجنة الترشيد تضم كثير من مؤسسات الدولة، وأيضا نتشرف بأيضا جمعية المهندسين هم أعضاء معنا في هذه اللجنة، وهذه اللجنة قاعدة تقدم دور جدا ممتاز، وإن شاء الله على يوم نقدم لكم برزنتيشن يبين مقدار الوفر اللي قدرت اللجنة تحققه في مختلف المباني في الدولة. شكرا لكم وشكرا لكم حسن استماعكم.